دائما السوء والاضطهاد يصيب الأنبياء والمصلحين. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فنحن عم ندفع ضريبة إن شاء الله الجنة يعني مكاره عم ندفعها إن شاء الله خير. الحقيقة أنه أنا أشعر أني يعني عظمة كبيرة ما ممكن النظام يبتلعني يعني صعب. ولذلك يعني كنت أنتظر الإفراج في كل لحظة. أنا المعتقل السياسي الوحيد اللي أفرج عني، معتقلين آخرين لم يفرج على أحد. باعتباركم فوق سن 70 يعني أنا بقول له تجاوزت 40 مو 70. إذن أستاذ هيثم المالح، يعني كيف وجدت العالم الخارجي؟ هل تتنفس حرية الآن؟ والله أنا أتنفس حرية دائما، لأنه أنا أقول كما قال المتنبي أنا مؤمن أجفوني عن شواريها ويسر الخلق جراها ويختصم. رائع جدا. كانت ظروفكم الصحية في السجن صعبة جدا، تتبعنا صعبة. نعم أنا بقيت يعني أنا مرض ظننت نفسي أنه ماشي على القبر، يعني مرضى شديدة جدا يعني. نعم. يبدو في عمر لسه، الله كاتب عمر أكثر شوي يعني. الله يطول عمرك. أنا قلت لهم للمحكمة في إحدى المرافعات أنني أسير على ضفاف قبري لا أعرف متأصل فيها. فعلى كل الأحوال الحمد لله. كنتم تعيشون على البطاطا المسلوقة والله كما سمعت مرة من ابنكم إياد. أنا يعني بقيت تقريبا شهر كامل معي إسهالات، وأبي تعرفي الإسهالات المشاكل معي سيئة يعني. بالسجن ما في أطباء ولا يوجد طب، يعني ما أحد يعني يفحص مريض أو يعطيه دواء يتناقض مع أشياء موجودة عنده. يعني في أطباء ولا يوجد طب، يعني هذه خلاصة الموضوع. نعم. أستاذ سنة وشهرين بقيت بنام على الأرض، أنا ما في سرير يعني ظروف لا إنسانية. والله مع الأسف الشديد يعني الظروف الإنسانية تعطى للمرتشين والفاسدين ونعم اللي بيدفعوا فلوس، يعني نحن ما بندفع فلوس. نعم كله يعني هدول الناس الفاسدين معتقلين بأسباب الفساد وخلافه، يعني هدول وضعهم يبقى أحسن من وضع الناس اللي كنتم تتوقعون الإفراج وإن جاء متأخرا جدا اعتبارا لسنكم، لأنه لا يخفى أنكم كنتم أكبر المعتقلين السياسيين سنا في العالم. فماذا تتوقع لزملائكم المعتقلين السياسيين الذين لا يزالون بالسجن، وبالخصوص طل هي أصغر أيضا أصغر سجينة سياسية في العالم؟ مع الأسف الشديد يعني هذه والله كارثة يا سيدتي أن تعتقل طل، يعني والله كارثة مع الأسف. أنا قلت شيء آخر يا سيدتي، لما أنا اعتقلت أنا استنتجت على أنه النظام في سوريا حتى سقط خلقيا،
يعني صحيح تشريعيا هو ساقط، صحيح هو لا يهتم بالحقوق الإنسان ولا يهتم بالإنسان ولا يهتم بالقانون أساسا. يعني أنا قلت في أكثر من مناسبة وأكثر من مرة، سوريا تحكم بالأوامر وبلاغات التعليمات ولا تحكم بالتحكم بالقانون، القانون في الكتب والكتب بالرف على الرف. فأما أن يكون السقوط بهذا الشكل المدوي، يعني أنا أعتقد أنا وعمري 79 عام وأعتقد بسبب رأيي لا أعتقد بشأن، يعني الحكم إذا كان حدا قرأه كله عبارة عن مقالات، أنه أنا حكمت على مقالات نشرتها ما حكمت على شيء آخر. وطل مسكينة هذه صبية صغيرة، يعني فإذا قارنت بين أن أعتقد أن واحد بسني 79 عام وهذه الطفلة مسكينة، فأنا قلت أنه هذا النظام سقط خلقيا. يعني أنتم الآن تقيمون في سوريا والنظام هو نفس النظام لم يتغير، يعني نعم، ماذا تتوقعون؟ هل ستواصلون تحركاتكم الحقوقية وإن كانت عبر الكتابة طبعا وللكتابة تأثيرها، أم أنكم ستختارون اتجاها آخر يعني مصالحا للنظام مثلا؟ أنا شخصيا سأتقاعد بعد الموت، قبل الموت ما أتقاعد حتى لو كنت على الفراش يعني. هذا مصير الحقوقيين والأنبياء. نعم، فأنا سأستمر إن شاء الله، يعني ما دام في عندي قوة وعقل. أنا يعني الأمر الأساسي عندي ذاكرتي الحمد لله جيدة، ومحاكمتي العقلية وحضوري العقلي جيد وسريع كثير، يعني أنا أجيب أسرع من الكمبيوتر. نعم. فما عندي مشكلة يعني، فأنا ما دمت بهذا الوضع الصحي سأستمر في العمل، لأنه هذا واجبي. أنا واجبي ليس واجبي الدنيوي كإنسان أعيش في سوريا، وهذا حقي الطبيعي أن أحمل هموم الناس وهموم الوطن. وواجبي الديني أنا كمسلم، الله قال في العديد، في عندنا 135 آية في القرآن الكريم تدعو إلى العمل، فنحن مكلفين بالعمل ما أننا مكلفين بالنتائج. فأنا سأقوم بالعمل بغض النظر عن النتائج، وإن شاء الله الله يحقق شيء. لأن الآن التسونامي اللي بدأ من تونس مع بوعزيزي، اللي هو أتمنى أنه يعني أنا أقترح على كل الدول العربية أنه تصنع طابع باسم بوعزيزي وتحط البسطة تبعه، لأنه هذا اللي هيش على الثورة حقيقة، يعني شيء مدهش. أنا أعرف تونس كويس منيح، أعرف تونس من أيام بورقيبة، يعني تونس ما كان في أمل أنه تقوم هذه القومة، مع ذلك بوعزيزي فجر الثورة. نعم، كان الشرارة التي فجرت الثورة. أي والله الشرارة. نعم. ضرب الخناجر على حكم النادل في لكن هل ستصدر الثورة إلى سوريا؟ هذا هو السؤال الذي يطرح في كل مكان. أنا يا سيدتي شوفي، ما أعتقد أحد في من جات من هذه الثورة، أنه حتى وصلت إلى الصين كما تعلمين، حتى بالصين يعود عبد بن ساوي بن الشرق أوسط. يعني الآن استراتيجيات العالم كلها الشرق والغربي تتغير الآن، دراسات جديدة على ما حصل في المنطقة العربية. فما أظن أنه سنكون نحن في من جات من هذه السونامي، هذه تسونامي ثورة. نعم. أستاذ هيثم المالح، الحديث معكم شيق جدا، لكن سنظل على اتصال، وأتمنى أتمنى لك عودة حميدة، وأتمنى أن أستطيع سافر كمان، سآتي إلى هولندا إن شاء الله. ننتظركم في هولندا، أخبرنا إياك عن مجيئكم معه إلى هولندا. ننتظركم في هولندا. سآتي إن شاء الله، سآتي إن شاء الله. تحياتي أستاذ هيثم المالح. شكرا جزيلا. شكرا. وما خسرت الساعة.